أول جارة أختي ليستكا كتشكابة كسناي داريد بين إنه كتشك نيا ليستكي بس ده ماكو مديت نقلك هاتنا كيف خوش بون وم كيف خوش يوم باري جيبون جاري محي الشعب دليستن بنيف أهلي خدا أباني موا بافي موانا بشتيوي مدرسة دورا دوريا سباعي بو شعبي دوراني أم بونا دوريا مقاطعة وبشكتن كرة الأنسوية ده شيبو كرة الأنسوية المنطقة ما أري هيجي إنه جرد في بس عالم بشو بشو تقبلتك وقلك إنه باشا أنا إنه كتشك دليزن اليوم كان عندنا مباراة كأس السوبر بين نادي أهلي عمود ونادي الأسايش. طبعا في السابق كانت كرة القدم محصورة على فئة الرجال فقط، من خلال السنوات الأخيرة من خلال تجهيزنا لفرق السيدات أصبحت منافسة قوية بالنسبة لفرق السيدات الموجودة ضمن الأقليم، وتم جلب محترفات من خارج الأقليم بأكثر من لاعبة موجودة عندنا اليوم بدوري الأقليم، محترفات من كافة أنحاء سوريا. طبعا الرياضة في تطور و ازدهار أكثر، والحالة الفنية عم تتطور يوم بعد يوم نتيجة الجهود المبذولة من قبل الأندية المختصة بكرة القدم بالسيدات. إلهام أغلان من محافظة سلاد. إيه، أنا لعبت كرة قدم من تقريبا 10 سنوات، لعبت لكذا نادي بكل المحافظات، وهلا حاليا جيت لألعب بدور الإقليم. جاني عقد للإقليم وحبيت أجرب هاي التجربة، وكانت تجربة كتير ناجحة بالأجواء، بتطوير الكرة الإنسوية بالجزيرة والجمهور يعني من كل النواحي الجو كان كتير حلو. فكرة كتير حلوة إنه كل المحافظات بسوريا عم تشتغل لتطوير الكرة الإنسوية، مثل ما بتعرف كانت قبل ممنوع وهالحكي، بس هلا صراحة في شيء حلو، في شيء لقدام، بدعم كل بنت بتحب هاي الشغلة تلعب ولا تخاف.